بس في نقطة هنا النهاردة برضو عايز أقولها، لأن إحنا يبدو إن إحنا بنقع فيها على طول، أو إحنا الصدرين إليها. الذي حدث بالأمس إمبارح أو أول إمبارح هو نفسه اللي حصل من سنتين، هو اللي نفسه اللي حصل من 5 سنين، ومن بعد 2011 والحاجات دي، ومن قبليها من 2010، لما في آخر 2010 وفي ديسمبر 2010 لما اتحرق في اسكندرية كنيسة وحصل تدمير والكلام ده كله. الحرب ده إرهاب، ده إرهاب وليست حرب طائفية. عايزين نفرق ما بين الاتنين، لأن في بعض البرامج للأسف مش واخدين بالهم، فبيستدرجوا فجايبين حد من أهالينا الأقباط وحد من أهالينا المسلمين، وعمالين يتكلموا على الوحدة والاتحاد. يا جماعة ده إرهاب، اللي بيحصل ده إرهاب. احنا دايما بنعمل حاجات نلخبط بيها الدنيا. ارهاب، الارهاب لا يفرق ما بينه. ده واحد طالع يقتل اللي على الارض، ده طالع واحد يخرب كل ما على الارض. لازم نبقى واخدين بالنا ان ده ارهاب. اذا كان هو بقى رايح قدام كنيسه بيعمل ده الكلام ده كله، ده موضوع. طب ما هم النهارده قدام الكنيسه، النهارده امبارح كان في الجامع، يعني عشان نبقى فاهمين. والنهارده لما بيضرب ضابط شرطه ولا امين شرطه ولا جندي شرطه ولا ضابط جيش، هل هو بيدور على المسلم والمسيحي ولا هو بيضرب ضابط جيش؟ ده ارهاب. ده اللي انا عايزين بس حضراتكم نشيل الفكره دي. ارهاب لازم نتصور، لان وكالات الانباء لما نيجي لحضراتكم تشوفوا الوكالات بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان دي حاجه عشان الاقليه المسيحيه، واصل ده نوع من لا مش اضطهاد ولا الاقليه، ده حاجة بتحصل في مصر كلها، حاجة عايزة تولع في مصر كلها. وده الموضوع من أول يوم كنا لازم نتنبه لهذا الموضوع، ما عشان ما نبقاش قاعدين متحررين وفاهمين إن المسألة دين ضد دين. هو لا دين ضد دين ولا حاجة. الإرهاب لا شايف ده ولا شايف ده، ولا الإرهاب بيحصل في الكل. هما الإرهاب عايزين يولعوها كلها، حاولوا إنهم يعملوا فتنة بالاستخدام ده، فشلوا. قعدوا يضربوا مرة واتنين فشلوا، فقال لك بقى اذا كانت كده بقى يبقى بقى مش كنايس بقى ندرب في الدوامع بقى. ولما عملوا في المساجد ودخل المساجد ده كام واحد استشهد في المساجد؟ فوق 300. فاحنا بنتكلم نخلي بالنا من ده يا جماعه، ما فيش حاجه. عايزين نتكلم ونتناقش الموضوع ده، بنناقش ان في ارهاب. قتل مين الارهاب والكلام ده كله؟ ده موضوع، ده الموضوع. انما ما هوش حرب ما بين مسلمين ومسيحيين، عشان نبقى فاهمين، ولا يجب ان نستدرج لا مسلمين ولا مسيحيين. احنا عمر الكلمه دي اصلا كلمه دمها تقيل. احنا مصريين. هو ده الموضوع المهم. ربنا يعني يخليكوا انه ولما تلاقي حد بيتكلم في ده يعني ايه، يعني لازم تصوب له ولازم تقول له ده غلط، لان النهارده بره ما بيتلعب على دي. فاحنا بنصدق ونتكلم ونعمل ده.